أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة من قناة الحدث لآخر التطورات للمواجهة التي بدأت منذ 3 أيام مع حزب الله، حيث شنت إسرائيل غارات مكثفة كما نتابع على أكثر من منطقة في عمق لبنان، وصلت إلى حدود 125 كيلومتر. الغارات التي جاوزت 100 وصفت بأنها حزام ناري امتد من جنوب البلاد إلى البقاع بعمق 130، لكن إعلاما إسرائيليا نقل عن مصدر أن حزب الله كان يخطط لإطلاق عشرات الصواريخ، وكان هذا القصف ضربة استباقية. مسؤول إسرائيلي كبير قال عما يجري بلبنان، قال إنه سيتواصل لأيام وأسابيع مقبلة، موضحا أن إسرائيل على الطريق نحو حرب شاملة مع حزب الله. إلى ذلك، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي في مؤتمر صحفي دانيال هاجاري أن الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان كان الهدف منها منع حزب الله من استهداف إسرائيل، خاصة بعد رصد تحركات لحزب الله. בשעות האחרונות אנחנו מזהים הערכות של חיזבאללה לתקוף את אזרחי מדינת ישראל. בזמן הקרוב אנחנו נתקוף מטרות טרור במרחב לבנון להסרת האיום. זו דרום לבנון. לאורך כ-80 קילומטר של הגבול ישנם עשרות כפרים לבנונים. למעלה מ-20 שנה חיזבאללה פרס אמצעי לחימה בתוך בתים וחימש אותם. ובכך חיזבאללה הפך את דרום לבנון למרחב לחימה. כך נראה כפר בדרום לבנון. חיזבאללה מאחסן טילי שיוט, רקטות, משגרים וכלי טייס בלתי מאוישים בתוך בתים אזרחיים בחסות האוכלוסייה הלבנונית ומסכן בכך את האזרחים הגרים בכפר. هذا وقد دعا المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري اللبنانيين في جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع حزب الله العسكرية. لكل תושבי הכפרים בלבנון. בזמן הקרוב אנחנו נתקוף מטרות טרור בלבנון. אנחנו קוראים לכל מי שנמצא בסמוך לנכסים או בתוך בתים בהם חיזבאללה מסתיר אמצעי לחימה. אנחנו קוראים לכם להתרחק מהם מיד. אני חוזר על זה. אנחנו קוראים לכם להתרחק מהם מיד. זאת לשם ביטחונכם והגנתכם. חיזבאללה מסכן אתכם. מסכן אתכם ואת משפחותיכם. هذا وقد شدد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري أن الجيش الإسرائيلي سيفعل أي شيء لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل. وحسن نصرالله هو האחראי לכך. מזה 11 חודשים אנחנו תוקפים את חיזבאללה בעוצמה. אנחנו תוקפים על פי תוכנית סדורה ובאופן שיטתי לגריעת יכולותיו הצבאיות של הארגון ולהרחקת חיזבאללה מקו הגבול. אנחנו נלחמים בנחישות להשגת כל מטרות המלחמה. בעזה לפירוק החמאס והשבת כל החטופים, ובצפון ליצירת הביטחון להשבת התושבים לבתיהם. צה"ל פועל וימשיך לפעול להגנה על אזרחי מדינת ישראל בכל מקום בו יידרש.
أيضا مشاهدينا الوقوف عند آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان. تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف. صباح الخير ناهد، ويعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم دوما السلامة. يعني في ظل هذا الذي يحصل في جنوب لبنان، ماذا عن الغارات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان؟ ماذا عن بلدات وقرى الجنوب؟ ماذا أيضا عن موضوع النزوح، لاسيما وكان هناك إخطار من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للشعب اللبناني بأن لا يستخدم كدروع بيد حزب الله؟ جزيل، اليوم الثالث على التوالي تنفذ إسرائيل هذه الأعداد الكبيرة من الغارات الإسرائيلية. اليوم تخطت 100 غارة، ولكنها اليوم اختلفت الصورة عن اليومين السابقين، خصوصا وأنها توسعت أكثر لتشمل مناطق أكثر وتصل إلى البقاع الشمالية. يعني في اليومين الماضيين كنا شهدنا هذه الغارات كانت تستهدف مناطق جنوبية، إن كانت بلدات حدودية أو غير حدودية، وكانت تستهدف أطراف البلدات. هذه المرة توسعت لتشمل مناطق أولا في البقاع الشمالي، بالإضافة إلى أن هذه الغارات لم تعد فقط تستهدف الأطراف لهذه البلدات، بل باتت تتوسع وتدخل إلى عمق البلدات الجنوبية. نحن نتحدث ليس فقط عن البلدات الحدودية، إنما بلدات في أقضية الزهراني وصور والنبطية، عدد من البلدات تم استهدافها في تلك الأقضية. غارات أيضا كانت قريبة من الطرقات الدولية والرئيسية التي عادة ما تكون مكتظة بالسيارات. نحن نتحدث عن الطريق الدولية التي تربط صيدا بالجنوب، طريق سور، طريق الطرقات الساحلية، كانت الغارات قريبة جدا منها. نحن نتحدث عن بلدات برج رحال والعباسية، كل تلك المناطق التي تقع في قضاء سور والتي تكون عادة مكتظة بالسيارات وحركة المرور فيها، كانت الغارات قريبة منها، كانت الغارات قريبة من المنازل. حتى الساعة لم يتم الإعلان عن سقوط إصابات، إن كان قتلى أو جرحى جراء هذا الغارات. يمكن القول بأنها بالفعل كانت الأعنف. حتى هنا في البلدات الحدودية خلف نعية الشعب بدأت بسلسلة من الغارات، 6 غارات تحديدا رصدناها أتت متزامنة مع الغارات التي كانت أيضا استهدفت بلدات البقاع. يعني في الوقت نفسه كانت الطائرات الحربية تغير على البقاع الشمالي، وبالإضافة إلى بلدات في البلدات الجنوبية لا تزال المقاتلات الحربية تحلق. جزال، نحن نسمعها الآن بوضوح، هي تحلق على علو منخفض جدا فوق البلدات الجنوبية. أيضا هذه التحذيرات التي تحدث عنها هاجاري والتي ذكرتها جزيل لم تكن فقط عبر وسائل الإعلام، بل أيضا بدأت تصل رسائل نصية على هواتف اللبنانيين تطلب منهم أو تقول في هذه الرسالة: إن كنت تعيش أو تسكن بالقرب من أو في مبنى فيه سلاح لحزب الله ابتعد فورا إلى حتى إشعار آخر. يعني هذه الرسائل أيضا باتت تصل إلى اللبنانيين على هواتفهم. بالفعل هو تصعيد اختلف عن اليومين السابقين لناحية توسع هذه الغارات، إن كان في الجنوب بعمق 50 كيلومترا أو حتى إلى البقاع الشمالي بأعدادها وبالأحزمة النارية العنيفة التي شملتها، وأيضا الأماكن المستهدفة. نحن نتحدث عن داخل البلدات وليس فقط عن الأطراف كما حصل في اليومين السابقين. أرجو أن تبقي معنا. نذهب أيضا إلى القدس حيث يوافينا من هناك مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. صباح الخير زياد وأهلا بك. يعني كنا قد تابعنا من خلال العواجل بأن وزراء بحزب نتنياهو طلبوا برفع مستوى العمليات، أيضا يعني تأييد للمعارضة في إسرائيل لهذه الهجمات على لبنان. هذه الحرب إلى أي مدى هي توحد الإسرائيليين على كافة المستويات من القيادة العسكرية إلى القيادة السياسية؟ خلافا للحرب على قطاع غزة والتي في صلبها الخلاف الشديد حول صفقة الأسرى من عدمها وموضوع الأسرى، على الجبهة الشمالية هذا لا نراه، نرى عكس ذلك. هناك ضغط شعبي كان طوال الوقت على حكومة نتنياهو واتهام هذه الحكومة بأنها تفرق بين الإسرائيليين في الأرياف في الشمال وبين من يسكن في تل أبيب، ترد فقط على تل أبيب.
المعارضة الإسرائيلية التي كانت تضغط على الحكومة كي تدرج هدف إعادة السكان إلى المستوطنات الشمالية كهدف للحرب. وبالتالي ليس مفاجئا أن يقوم زعيم المعارضة وجهات سياسية أخرى بدعم الجهد الحربي على جبهة الشمال. هذا لا يعني رغم وجود هذا شبه الإجماع دعينا نقول في إسرائيل بأن هذه الأمور ذاهبة حتما إلى حرب شاملة على لبنان، ولكن هناك دعم حرب شاملة المقصود بها زياد على يعني على البنية التحتية اللبنانية على كافة المناطق في لبنان ليس فقط تلك التي يتواجد فيها حزب الله. هذا صحيح، وبالتالي حاليا نحن لسنا في هذا البعد بعد. ما تقوم به إسرائيل هي رفع أسقف التصعيد بشكل متواتر، كما توقعنا منذ الدقائق الأولى فيما حدث اليوم بأن التبرير الإسرائيلي بأن ما حدث هو ضربة استباقية لمنع إطلاق صواريخ من قبل حزب الله، وأن هذه الضربة طالت أيضا صواريخ بعيدة المدى. قالت إسرائيل وفق الرواية العسكرية بأنها كانت صواريخ كروز معدة للإطلاق، طبعا صاروخ الكروز مداه يصل إلى 200 كيلومتر، وبالتالي هذا ما تم. لكن المفارقة على المقلب الآخر علينا أن نشير إلى أن إسرائيل الآن في حال تأهب لتلقي ضربات من حزب الله، بمعنى تتوقع ضربة موسعة من حزب الله قد تطال العمق باعتقادي. بالتالي يعني هل المفهوم هنا يعني أن تصل هذه الصواريخ إلى تل أبيب؟ ليس بالضرورة، لو سمعتني كنت أقول بأنني أعتقد بأنها ستصل إلى خط حيفا وليس إلى تل أبيب بالضرورة، لأن تل أبيب هذه كسر لمعادلة بالكامل. هناك من يقول في إسرائيل بأن إسرائيل تحاول أن تستدرج حزب الله طوال الوقت كي يستخدم الصواريخ الدقيقة وأن يضرب هدفا استراتيجيا بها ربما لتنفيذ أهداف أخرى لديها في هذه الحرب على لبنان. حتى الساعة هو يتجنب ذلك، بالأمس كان لديه مؤشر بأنه يستطيع بصواريخ مختلفة أن يفعل أكثر في استهداف القاعدة العسكرية في رمات دافيد التي أصابتها مسيرة، وأيضا استهداف مجمع رافائيل الذي هو المسؤول عن الانتاج العسكري بما في ذلك الانتاج الإلكتروني التابع للجيش الإسرائيلي. يعني زياد، في سياق ما تحدثت به كان هناك أيضا حديث عن أن حدود قواعد الاشتباك قد تم تخطيها في هذه الاستهدافات الأخيرة من كلا الطرفين. هذا صحيح جدا، ولكن ليس بما يعني أن الباب لا يبقى مواربا للعودة إليها في مرحلة ما. بمعنى أعطيك مثالا من اليومين الماضيين، حزب الله ضرب العمق وصل إلى حيفا عمليا إلى ضواحي حيفا، ولكن اختار أن يضرب فقط أهدافا عسكرية. وهذا فيه دلالة أنه يقول أنه يريد أن يبقى جبهة إسناد تضرب أهداف عسكرية كما في الجبهة الشمالية، مع أنه وسع المدى. إسرائيل أيضا تقول أنها تقوم بضرب مخازن أسلحة وأهداف في بعلبك في الشمال وفي منطقة الهرمل وأيضا في الجنوب اللبناني. بمعنى أو بآخر هناك توسيع للمدى، هناك تصعيد لحجم العمليات، لكن حتى الآن. ولهذا نقول دائما أن الجانبين يتقدمان بتدرج بطيء نحو ربما مواجهة أشمل. أيضا هناك حديث نسمعه أكثر فأكثر عن خطط اجتياح لبنان برا، تقول الإيكونوميست بأن هذه الخطط أصبحت جاهزة. وهذا ما قيل قبل أسبوعين وقبل 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر معروف، عندما يطلب منه من المستوى السياسي أن يحقق هدف سياسي بواسطة حرب يضع كل الخيارات وأسقف التصعيد بما فيها العمل البري. الحديث كان عن اجتياح إلى الليطاني وليس اجتياح لبنان، اجتياح إلى خط الليطاني لإبعاد حزب الله وما إلى ذلك. هذه الخطط موجودة، لكننا نستطيع أن نصفها حاليا بأنها خطط في الأدراج، بمعنى إذا اضطرت إسرائيل أن تستخدمها يمكن أن تبدأ بالتنفيذ بعد أن تكون أقرت. كل أسبوع يقوم الجيش الإسرائيلي بإقرار مجدد للخطط عمليا كي يكون جاهزا إذا تلقى أوامر. سأعود إلى مناقشة هذه النقطة معك زياد إذا كان هناك المزيد من الوقت. نذهب إلى الزميلة ناهد مجددا. ناهد، من المعلوم أنه من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة المفد الرئاسي
الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في مهمة، وبالتالي ما الجديد الذي يحمله وما المتوقع من هذه الزيارة؟ ليس هناك من جديد يحمله المفد الفرنسي، هي هناك عدة زيارات متتالية أصبح يجريها منذ بداية هذه الحرب، ولكن هو عادة كل الجولات التي يقوم فيها بها في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين تصب في خانة البحث في الحلول من أجل وقف صراع أو سحب فتيل التوتر، خصوصا كلما شهدت الجبهة الجنوبية تصعيدا يحضر لمعرفة ما هي الحلول الممكنة لوقف التصعيد، ولكن كل هذه الحلول أو كل النقاشات والمفاوضات لا تفضي عادة إلى أي طريق إيجابي، خصوصا مع تأكيد حزب الله أو إصرار حزب الله على ربطه جبهة جنوب لبنان بجبهة غزة، وأن إطلاق النار من جنوب لبنان لن يتوقف قبل وقف الحرب على غزة. لذلك كل هذه المفاوضات وكل الزيارات لن تثمر أي إيجابيات، خصوصا مع إصرار الحزب على موقفه هذا، وهو ما كان جدده نصر الله خلال خطابه في اليومين السابقين بأن هذه الحرب في جنوب لبنان وإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لن يتوقف، وسيبقى جبهة إسناد لغزة إلى حين أن تتوقف هذه الحرب على غزة. لذلك ليس هناك من تعويل كبير على أي زيارة يقوم بها أي دبلوماسي يأتي إلى لبنان من أجل هذه الغاية. شكرا لك ناهد لكل هذه التوضيحات وهذه التفاصيل التي رفقتنا بها من جنوب لبنان. أيضا عودة إلى الزميل زياد. زياد هل تسمعني؟ نعم أنا أسمع. نعم، كنا نتحدث عن يعني موضوع خطط اجتياح لبنان، يعني بالأمس شهدنا الكثير من التعزيزات الإسرائيلية تذهب للحدود الشمالية، وهناك من يرى بأن كل ذلك تحضير لإمكانية أن يقوم الجيش الإسرائيلي باجتياح بري. باختصار من فضلك. وهناك من يرى أن ذلك ليس بالضرورة أن يحدث، وبالتالي لا توجد معلومات حول قيام إسرائيل أو تخطيط إسرائيل للقيام باجتياح بري كما قلنا حتى خط الليطاني، ولكن كي يكون التهديد في أقل تقدير جديا تقوم إسرائيل بالدفع مزيد من القوات، ونشرت الفرقة 98 وهي فرقة وحدات النخبة التي قاتلت على مدى 11 شهرا في قطاع غزة، كي يكون التهديد جديا بأنها قد تدخل برا إلى لبنان. حاليا القرار الإسرائيلي أو الذي أقر في إسرائيل عمليا ما نراه في الأيام الماضية، وهو محاولة تنفيذ هذا الموضوع عبر الضربات الجوية والأحزمة النارية عند خط الليطاني تحديدا، في محاولة لإبعاد قوات الرضوان شمال هذا الخط، أي بعمق 10 كيلومترات عن الحدود. هذا ما يتم تنفيذه عمليا. إن فشلوا في ذلك قد يذهبون إلى أمور أخرى، ولكن حاليا لا توجد معلومات تؤكد إلا في إطار التداول الإعلامي. شكرا لك زياد لكل هذه المعطيات التي تفضلت بها معنا، وهذه المرافقة لنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. مع الحرب اسمع ضرب إياها ضربها إياها ليخ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا اخي وين الضرب الثاني وينه هي وين الضرب الثاني تحت الدخنه هي فوق هي شو اسمه منصوري لا مش منصوري هي شاتيه لك وين كمان يا وين. أفادت مجلة الإيكونومست البريطانية أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية في لبنان، ونقلت المجلة عن ضابط احتياط إسرائيل القول إن الخطة تتضمن إقامة منطقة عازلة على الأراضي اللبنانية، مضيفا أن الخطط للاجتياح البري جاهزة، ولكن لم يكن لدى تل أبيب بعد ما يكفي من القوات لتنفيذ تلك الخطط. وبحسب الإيكونومست اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين الاستفادة من الفوضى في صفوف حزب الله بأسرع ما يمكن، مضيفة أن بعض الجنرالات الإسرائيليين اعتبروا أن حزب الله قد يعيد حساباته ويتخلى عن قصف الأراضي الإسرائيلية. وبحسب المجلة فإن الحديث لا يدور حاليا عن حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الراهن.
أيضا ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن التقييمات الأمنية تشير إلى أن حزب الله اللبناني سيحاول الوصول بعملياته العسكرية إلى مناطق أعمق في الداخل الإسرائيلي بما فيها تل أبيب، ولم تستبعد الصحيفة إطلاق حزب الله المزيد من الصواريخ على إسرائيل في الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن حوالي 1,500,000 إسرائيلي أصبحوا الآن في مرمى نيران حزب الله. وجاء في التقرير أن حزب الله لم يستخدم الصواريخ الدقيقة في ترسانته بعد، خشية أن يؤدي ذلك إلى بدء حرب شاملة مع إسرائيل، وذلك بعد 11 شهرا من الهجمات عبر الحدود التي تقول الجماعة بأنها تأتي لدعم قطاع غزة وسط الحرب الجارية هناك. وبحسب التقرير فإن أصواتا في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية دعت إلى شن هجوم بري في لبنان وزيادة القصف على بيروت لاستعادة الأمن في الحدود الشمالية. أيضا ذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا شديدا لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله وترك مجال لحل دبلوماسي حتى في حالة الرد العسكري. وبحسب التقرير فالمسؤولون الأمريكيون يخشون من أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع. لكن وفي سياق آخر أكدت واشنطن دعمها للعمليات الإسرائيلية التي تستهدف قدرات حزب الله بما في ذلك ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة ومرافق لإنتاج الطائرات المسيرة قرب الحدود اللبنانية. أيضا مشاهدينا في متابعة لآخر التطورات التي يشهدها لبنان ينضم إلينا من بيروت الكاتب والبحث السياسي أستاذ بشارة خير الله. صباح الخير وأهلا بك أستاذ بشارة. صباح النور. أهلا بك. من المتوقع أن يعني يصل في الساعات المقبلة المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان في مهمة ربما تتصل بتحريك الملف السياسي، هل برأيك الوقت مؤات لتحريك الملف السياسي في خضم ما يشهده لبنان؟ يعني صباح الخير إليك وللمشاهدين. برأيي تتعدد المبادرات والمحاولات والمطلوب واحد، المطلوب هو الوصول إلى حل دبلوماسي ينهي حالة الاقتتال على الحدود ما بين لبنان وإسرائيل. الفرنسي يحاول، الأمريكي يحاول، الكل يحاول الضغط على إسرائيل من جهة وعلى الحكومة اللبنانية بالوساطة لتصل إلى حزب الله أن لا تنجر يعني الجبهة إلى حرب شاملة. لذلك نرى لودريان في بيروت بتقديري ليس بالنيابة عن فرنسا فحسب، بل بالنيابة عن المجموعة الخماسية الدولية التي تحاول تسويق فكرة خفض التصعيد، حل دبلوماسي يليه يعني حل حلفي انتخابات رئاسة الجمهورية. هذه هي العقدة الآن. لكن بتقديري اليوم في هذا التوقيت بالذات أصبحت الكلمة للميدان، يعني الإسرائيلي يتحين هذه اللحظة منذ زمن، يتفلت من كل الضوابط، يحاول الاستفادة قدر الإمكان من التلهي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية، ويحاول الاستفادة من يعني العمليتين اللي نجحوا بتفوق تكنولوجي وهن عملية البيجر تلاها عملية تفجير الأجهزة الووكي توكي أو اللاسلكية، ثم الضربة في بيروت التي قضت على كل مجموعة فرقة الرضوان لينفذ أكبر عدد ممكن من العمليات الجوية. وهنا يعني يتحدثون عن اجتياح بري وغيره ويحاولوا يعني الاستدراج إلى موضوع البر. أنا بصراحة أستبعد كل فكرة الاجتياح البري، لأنه الإسرائيلي يعلم جيدا أنه النقطة الأضعف لديه هي موضوع البر، لأنه حزب الله يملك شيء من التوازن مع الإسرائيلي في البر، لذلك يعود الإسرائيلي عن الكلفة الباهظة بالاجتياح البري بالتفوق الجوي عندما يستطيع أن يضرب مثلا منصة كروز من السماء. لماذا
يعني يدخل في سيدفع بقوته. سنعود لمناقشة هذه النقطة للميدان ولا مكان. نعم سنعود لمناقشة هذه النقطة أستاذ بشارة، ولكن يعني اليوم أتابع الحديث فيما يتعلق بمهمة لودريان وبهذه الزيارة، هل اليوم بالإمكان الاستفادة من كل هذه التطورات الجارية برأيك لإنهاء الشغور أو للحديث عن إنهاء الشغور في موضوع رئاسة الجمهورية؟ يعني إنهاء الشغور الرئاسي يعني يتطلب فك الربط ما بين الجبهة وما بين المجلس النيابي. حزب الله حتى اللحظة لا يزال يربط جبهة الجنوب بجبهة غزة، لذلك هذا ربط الساحات يندرج أيضا على ساحة المجلس النيابي. يعني حتى لو لم يقل حزب الله هذا الكلام، هو يعني أن ربط الساحات، نعم الرئاسة اليوم مربوطة بموضوع الجبهة. لذلك إذا كنا نريد الوصول إلى انتخابات رئاسية، هناك ممر إلزامي هو اعتراف حزب الله بالحل، بالقبول بالحل الدبلوماسي، والعودة إلى القرار الدولي 1701، حينها تقف الأعمال العسكرية ويفتح المجلس النيابي على حلحلة من قبل حزب الله. سنعود إلى التوسع بهذه على النقطة، مرشحه الدائم. سنعود إلى التوسع بهذه النقطة، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أعود إلى هذا الخبر، حيث كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن العشرات من الجنود البريطانيين حاليا في مهمة تدريب رسمية وصفت بالحساسة للجيش اللبناني تزامنا مع ارتفاع حدة الصراع بين حزب الله وإسرائيل. وكشف السفير اللبناني لدى بريطانيا رامي مرتضى أن الجيش اللبناني لن يقف مكتوف الأيدي إذا شنت إسرائيل حربا برية على الأراضي اللبنانية أو شنت هجوما جويا واسع النطاق. وكشف السفير اللبناني أن بريطانيا عرضت مساعدة لبنان في مسألة إقامة برج المراقبة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وهو البرنامج الذي ينفذ حاليا على طول الحدود الشرقية للبنان لمراقبة داعش. وقال إن هناك خيارا آخر قيد الدراسة مع البريطانيين، وهو المساعدة في تدريب وتمكين أفواج حدودية جديدة تابعة للجيش اللبناني يمكن أن ترسل إلى الجنوب. أستاذ بشارة عودة إليك، وبالتالي كيف تعلق على هذا الخبر المساعدة البريطانية للجيش اللبناني؟ هذه المساعدة ليست بجديدة، هي الفكرة قديمة لكنها تتجدد اليوم. يعني بال 2006 من بعد حرب تموز أتت يعني الفكرة البريطانية لإمكانية بناء أبراج مراقبة على كامل الحدود اللبناني. يعني في ظل الدعوات اليوم إلى تطبيق يعني القرار 1701، كيف يعني نقرأ هذه المساعدة؟ سأقول لك شيئا مهما. يعني حزب الله قبل على مضض بناء أبراج مراقبة بدعم وتمويل بريطاني من على الحدود اللبنانية السورية، وحاول حزب الله من جهة والنظام السوري من جهة شيطنت هذه الأبراج عبر يعني تصويرها وكأنها تعطي المعلومات للبريطانيين، وهذا ما هو غير منطقي على الإطلاق. المعلومات تبقى عند قيادة الجيش اللبناني في غرفة مخصصة لهذه الأبراج والعمليات، وحتى العسكريين أو الضباط بغير قطاعات ما بيقدروا يعرفوا فيها. لذلك الفكرة هي توسيع هذه الأبراج على كامل الحدود اللبنانية، يعني مع الحدود مع سوريا والحدود مع إسرائيل، وهذا يحد من الكثير من يعني عمليات الخرق وعمليات إذا بدك الدخول والخروج غير الشرعي من سوريا إلى لبنان. وأيضا إذا بنيت هذه الأبراج على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هذا يعني أننا عدنا حكما إلى تسلم الجيش اللبناني تلك المنطقة، يعني عمليا حكما ما بعد. هل يعني أن هناك اتفاق ضمني برأيك أستاذ بشارة؟ 1701 نعم، بمعنى نفهم من هذا الكلام أن هناك يعني اتفاقات ضمنية غير معلنة في هذا الإطار. هناك رهان على العودة إلى 1701 لأنه المعبر الإلزامي لوقف الأعمال الحربية. حزب الله يعلم والكل يعلم أن لا مجال لاستصدار قرار دولي أممي جديد. القرار 1701 لا يزال حتى اللحظة ساري المفعول. إن قرر حزب الله الاعتراف بأن النزول عن الشجرة يعني يعفيه من مغبة إدخال لبنان في حرب مدمرة كبيرة، يعني ما
بيقوم منها بعشرين سنة. لذلك أنا أقول الحل، والكل يعرف أن الحل الجدي والطبيعي والمنطقي هو العودة والالتزام بالألف وسبعمية وواحد، وهذا أكثر ما يحرج إسرائيل. يعني عندما يخرج لبنان اليوم، المعارضة الإسرائيلية تؤيد نتنياهو بأعماله الحربية. لماذا لا يتوحد لبنان بكل فئاته من ضمن حزب الله وعلى رأس حزب الله بالالتزام بالألف وسبعمية وواحد؟ هذا الالتزام يحرج الإسرائيلي ويجبر على وقف الأعمال الحربية، ويعود الهدوء إلى جبهة الجنوبية، ويعود أهل الجنوب اللبناني إلى منازلهم، وبيعود. ما الذي يمنع حصول ذلك أستاذ بشارة باختصار؟ حزب الله يمنع لأنه لا يزال يربط ساحة لبنان بساحة غزة. حتى يعني نتنياهو قال له وخطبه مباشرة بأنه من الخطأ أن يقوم السيد حسن نصر الله بربط نفسه ب يعني معركة غزة. أكبر ضرر على لبنان هو ربط الساحات غزة بلبنان بالجبهة الجنوبية والجبهة الجنوبية بالمجلس النيابي، وهذا هون مكمن الداء. نشكرك على هذه المداخلة معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله، شكرا لك. وحول التطورات الميدانية في قطاع غزة، جددت المدفعية الإسرائيلية للمرة الثالثة هذه الليلة قصفها العنيف على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة خالد بن الوليد شرق مخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات، قائلا إن الغارة الجوية نفذت بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام عناصر من حماس للمدرسة من أجل التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد القوات الإسرائيلية. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية، ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. التفاصيل التي لديك خضر. نعم جيزال، يعني 19 ضحية وعشرات الجرحى والمصابين جراء قصف صاروخي ومدفع من قبل الجيش الإسرائيلي طال عددا من المناطق هنا في قطاع غزة منذ الليل الماضي وحتى صباح هذا اليوم. وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، فإن طواقم الدفاع المدني
قامت بانتشال 5 شهداء هم أم وأطفالها الأربعة، وأيضا عدد من الجرحى والمصابين بعد قصف صاروخ إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمكة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع. أيضا تم انتشال 5 ضحايا بينهم امرأة وطفلة وعدد من الجرحى عقب قصف أيضا صاروخ إسرائيلي استهدف مدرسة خالد ابن الوليد في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقل هؤلاء الضحايا وأيضا الجرحى إلى مستشفى العودة في المخيم. فيما مدفعية الجيش الإسرائيلي جزال استهدفت عدة قذائف محيط شركة الكهرباء إلى الشمال الشرق من مخيم النصيرات، كما أيضا طال قصف صاروخي منزلا مكون من عدة طوابق يعود لعائلة وشاح في منطقة بلوك 2 بمخيم البريج وسط القطاع. لكن هنا في مدينة غزة قام مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل عدد من الإصابات إثر قصف الجيش الإسرائيلي لتجمع للمواطنين في حي الزيتون. هذا الحي الذي شهد منذ ساعات صباح هذا اليوم 3 غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين. لكن في المناطق الجنوبية جزال وتحديدا في مدينة خان يونس وصل 9 من الشهداء وعدد من الجرحى منذ ساعات الليل الماضي وحتى ساعات صباح هذا اليوم، وصلوا إلى المستشفى غزة الأوروبي بعد استهدافات قام بها الجيش الإسرائيلي. نعم خضر، الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة برغم انشغالها بالجبهة الشمالية، وتيرة هذا الاستهداف وماذا عن الأوضاع الإنسانية؟ فعلا فيما يتعلق بهذه الاستهدافات ورغم الحرب الإسرائيلية حاليا في المناطق الجنوبية من لبنان، الوتيرة هي بازدياد في مختلف المناطق هنا في قطاع غزة. أقل يوم منذ عدة أيام يسقط على الأقل وفقا لوزارة الصحة هنا وأيضا للدفاع المدني الذي يقوم بانتشال أعداد الضحايا، على الأقل يوميا أكثر من 20 ضحية يسقطون في المناطق المختلفة هنا في القطاع بفعل الغارات التي يقوم بها الطيران الحرب الإسرائيلي وأيضا مدفعية الجيش الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية. ولكن فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية هي كارثية وفقا لمؤسسات أممية وأيضا مؤسسات إنسانية محلية في مختلف المناطق هنا في القطاع بفعل قلة الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تصل إلى المناطق الجنوبية وأيضا الشمالية. هذا يأتي أيضا في ظل ظروف غاية في الصعوبة نتيجة أيضا الأمطار التي هطلت على المناطق الغربية من مدينة رفح وخان يونس، حيث أن المناطق هذه هي مزدحمة بالخيام وبها مئات آلاف النازحين وهم يعانون بفعل اهتراء، وأيضا أصبحت بالية خيامهم بفعل حرارة الصيف في موسم الصيف، ونحن الآن في فصل الشتاء مقبلون على هذا الفصل في ظروف إنسانية صعبة يعيشها النازحون. المزيد طبعا يعني من المآسي والمعاناة لمن يتواجدون في هذه يعني المنطقة تحديدا. نشكر لك كل هذه التحديثات ويعني نقل الصورة من حيث أنت من مدينة غزة. رافقنا مراسل حدث الزميل خضر الزعنون. أفاد مراسل الحدث من انفجار مسير على الأقل جنوبي الجولان قرب قاعدة عسكرية قادمة من العراق، وأضاف أن سفارات الإنذار دوت خشية من اختراق مسيرات الأجواء من مثلث الحدود جنوبي الجولان.
أيضا مشاهدينا للوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بانفجار الجبهة بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله، ينضم إلينا من إربيل العميد أعياد الطوفان الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. أهلا بك حضرة العميد دوما برفقتنا مع قناة الحدث. طبعا فصائل عراقية أعلنت استهداف قاعدة لواء جولاني الإسرائيلية بالمسيرات، وبالتالي كيف نقرأ هذا التطور ودخول الفصائل العراقية على خط هذه المواجهة؟ تحية طيبة لك سيدتي، تحية لمشاهدي قناتكم الكرام. نعم، هو تطور نوعي خطير نجحت فيه الفصائل والميليشيات الولائية بجر الدولة والحكومة العراقية إلى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وبذلك يكون انتهاك لسيادة العراق، لأن من يقرر الحرب من عدمها هو قرار استراتيجي سيادي بيد الحكومة فقط. الخطير في الأمر إن صحت كل هذه الأخبار هو التطور النوعي لهذه الميليشيات الولائية باستخدامها طائرات نجحت بالوصول إلى القاعدة الإسرائيلية، أيضا نجحت بإطلاق صاروخ كروز قبل يومين على حيفا، أيضا استهداف موقع إسرائيلي بالأغوال. نعم، وأيضا صباح اليوم أذاعوا نشروا بيان هذه الفصائل بأنها استهدفت إسرائيل فجر هذا اليوم بعدة صواريخ. هذا يعطينا يعني سؤال وجيه جدا، هل إمكانيات هذه الميليشيات وقدرتها المالية على امتلاك هكذا نوعيات صواريخ وطائرات مسيرة، هل هي ميليشيا تعمل لوحدها؟ من أين جلبت المال؟ كيف امتلكته؟ من الذي يساعدها في إطلاق هذه الصواريخ؟ من تأتمر هذه الميليشيات حضرة العميد؟ أنا من سميتها الميليشيات الولائية حتى أصل إلى نتيجة بأنها تعمل بإمرة إيران، وليس هذا، بل تسليحها وتجهيزها من إيران. ضعفها المادي ليس له القدرة على استيراد هذه، ومن يسلمها هذه الطائرات أو هذه الصواريخ؟ النوعية الاستراتيجية إذن هي إيران خلف هذا الموضوع كله، وهي التي تحاول أن تسحب العراق، وسحبته خلال هذه الأيام الثلاثة بحجة الانتقام إلى قائدهم أو منسق الضربات والساحة بين الساحة العراقية والسورية أبو حيدر الخفاجي، الذي تم قتله قبل يومين على طريق مطار دمشق الدولي. هذا تبرير لفعل كبير ممكن أن يؤدي إلى العراق إلى خسائر كبيرة. موقف الحكومة العراقية من كل هذه إلى الرد الإسرائيلي. بصراحة الموقف الحكومي الرسمي العراقي هو رافض لهذه الأفعال يعني بصورة قاطعة، وحتى عمل جاهدا أن تكون هدنة ما بين هذه الفصائل والسفيرة الأمريكية بعدم التعرض لا إلى السفارة الأمريكية ولا إلى القواعد الجوية الموجودة في العراق، وهذا تم خرقه مرتين. حاولت يعني عدة مرات الحكومة العراقية ترميم هذه الهدنة لكنها خرقت، والآن أصبحت بشكل رسمي، خصوصا أن هذه الفصائل أعلنت رسميا بأنها هي التي نفذت. إذن الجميع ينتظر الردود الإسرائيلية، وهنا أكرر الرد الإسرائيلي لن يحسب للأطفال أو المدنيين أي حساب كما حدث اليوم، وأيضا على مدرسة خالد بن الوليد في غزة. نعم. الآن القصف والضرب واصطياد القيادات للفصائل أو الميليشيات الولائية، أنا أقول سيحدث ويحدث قريبا جدا اليوم. من بإمكانه اليوم اللجن هذه الفصائل العراقية يعني بوقف ما تقوم به ولما يمكن أن تعرض به العراق والمواطنين المدنيين؟
السؤال أو الجواب الطبيعي يجب أن يكون الحكومة هي التي تقوم بلجم هؤلاء، لكن الحكومة غير قادرة. هذا سلاح كان يهدد المواطن العراقي والاستقرار السياسي العراقي الذي طرد أصبح طاردا للاستثمارات ولكل الهيئات الدبلوماسية. الآن أصبح الوضع خطير. هذا سلاح فوق سلاح الدولة، هذا سلاح غير مسيطر عليه أبدا، سلاح يأتمر بإيران، سلاح ولائي لا يهمه الدولة ولا تستطيع الدولة حتى اعتقال أي شخص واحد منهم. ورأينا ذلك قبل 6 أشهر وطلعت أنا معك أيضا. نعم. كان على حول قيام بعض الفصائل بضرب بعض المؤسسات. نعم. والأسواق. نعم. ذات الماركة الأجنبية. شكرا لك حضرة العميد لهذه التوضيحات وهذه المشاركة معنا من إربيل، العميد أعياد الطوفان الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. حذرت الأمم المتحدة من تجاهل المجتمع الدولي لأزمة حقوق الإنسان وأزمة الاحتياجات الإنسانية في السودان ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 2 مليون سوداني لجأوا إلى دول أخرى للعثور على المساعدة، حيث استقبلت أوغندا نحو 40 ألف شخص، فيما وصل أكثر من 100 ألف سوداني إلى ليبيا للعبور نحو إيطاليا أو دول أوروبية أخرى. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن قلة المساعدات الإنسانية ستدفع السودانيين للمضي قدما نحو الهجرة، ما سيؤثر على المنطقة بأكملها. وتستقبل كل من تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين بالإضافة إلى مصر، فيما يواجه نحو 26 مليون شخص داخل السودان انعداما حادا في الأمن الغذائي بسبب قلة وصول المساعدات الإنسانية. وكان مخيم زمزم الواقع في إقليم دارفور قرب مدينة الفاشر أعلن حالة المجاعة بعد أن شنت الدعم السريع الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق عقب حصار استمر لأشهر عديدة. وبحسب خبراء أمميين فإن هجمات الدعم السريع تسببت بمقتل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة وحدها عاصمة ولاية غرب دارفور. هناك أكثر من 10 ملايين شخص طردوا من ديارهم، وأعتقد أن الأمر بات يثير القلق نظرا لعدم دعم هذه الأزمة بشكل كاف. فقد بدأ الناس في الابتعاد عن الجوار ومحاولة العثور على بعض الدعم في أماكن أبعد. لذلك على سبيل المثال شهدنا زيادة حادة في عدد السودانيين الذين يصلون إلى أوغندا وهي دولة لا تحد السودان. لقد رأينا ما لا يقل عن 100 ألف سوداني وصلوا إلى ليبيا، ومع وجود شبكات الاتجار بالبشر بكل أسف فإن العديد منهم يحاولون الهجرة نحو إيطاليا وغيرها في أوروبا عبر القوارب. لذا فإننا نحذر الأوروبيين إذا لم تتم إدارة هذه الأزمات أو لم يتم دعمها بشكل كاف، وإذا لم نتمكن من توزيع المساعدات الكافية فلن يبقى السكان في أماكنهم، ما سيؤثر على المزيد من البلدان.
أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة بعد أزمة سياسية استمرت لثلاثة أشهر ونصف الشهر، وشغل جميع المناصب الرئيسية وزراء جدد باستثناء وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد بسبب تجاهل نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما كان متوقعا، غاب اليسار عمليا عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء اليميني ميشيل بارنييه، متجاهلا بذلك الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تصدر فيها اليسار نتائج التصويت. فقد جاء توزيع الحقائب الوزارية من تحالف اليمين مع معسكر ماكرون الوسطي، وقد قوبل هذان التوجهان اليميني والوسطي اللذان طغيا على تشكيل الحكومة بانتقادات واسعة. فقد دعا جان لوك ميلانشون زعيم أقصى اليسار إلى الإطاحة بالحكومة في أسرع وقت، بينما وصف زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الحكومة بأنها رجعية وتستخف بالديمقراطية. الممثل الوحيد لليسار في الحكومة الجديدة هو وزير العدل ديديه ميغو الاشتراكي المغمور. وفي آخر استطلاع رأي حول ميشيل بارنييه، تبين أن رئيس الوزراء الجديد لا يحظى بشعبية كافية، حيث أظهر الاستطلاع أن 55% من الفرنسيين غير راضين عن وصوله إلى السلطة. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة، تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، يمكنكم أن تتفاعلوا معها، وأيضا يمكنكم القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net دقائق قليلة، وتنضم إليكم الزميلة تهاني الجهني. أعود وألقاكم بعد الساعة من الآن.